الرحيم النهارده ان شاء الله هنتكلم عن البرولاكتين. هناخد سيكشن برولاكتين. عنوان السيكشن بتاعنا كوانتيتيف ديترمينيشن اوف برولاكتين. البرولاكتين زي ما حضراتكم عارفين من النظر ان هو هرمون بيتفرز من الانتيريور بيتوتري جلاند عشان يعمل بروموشن للميلك برودكشن من الثدي بعد عملية الولادة. طبعا البرودكشن زي ما قلنا الخلايا بينتج من الانتيريور بيتوتري جلاند الخلايا اسمها لاكتوتروفيك سيل. بعد ما يحصل له برودكشن من الانتيريور بيتوتري جلاند طبعا عشان ده اندوكرين سيستم بيحصل للبرولاكتين ان هو يحصل له ريليز او ديستشارج في البلد. التارجت بتاعه بيبقى عباره عن البريست تيشو وبعض الاورجان الثانيه اللي هي خاصه باليوترس، الاميون سيلز، البرين، البروستاتا، سكين، الادبوس تيشو. هو غالبا بيستخدم بس يعني بس بيعمل تارجتنج الاورجانز الخاصه بعمليه البرودكشن. بيلعب دور مهم ودور رئيسي جدا في البرودكشن ان هو بعد عمليه الولاده بيدخل في عمليه انتاج الملك. بيلعب دور في الميتابوليزم، بيلعب في الازمورجيوليشن، وله دور في الجهاز المناعي والبيهيفيرال فانكشن. اللي بيعمل ريجوليشن البرولاكتين زي ما قلنا بينتج من الانتيريور بيتوتري جلاند. ف زي ما خدنا في المعلومات اللي قبل كده الهايبوثالاموس بيطلع التي ار اتش، بيروح انتيريور بيتوتري، بيروح للبيتوتري جلاند بيطلع هرمونات. فهي برضه نفس النظام تي ار اتش يروح البيتوتري جلاند فيطلع لي البرولاكتين، يزود لي البرولاكتين. في حاجه بتعمل تخفيض للبرودكشن او ديكريس البرودكشن اللي هي الدوبامين. الدوبامين بيعمل ديكريس البرودكشن طيب بتاع البرولاكتين. في بعد ما التارجت تيشو نفسها اللي هي البريست تحديدا بعد ما الطفل بعد عمليه الولاده ويحصل ساكلينج من الطفل لثدي والدته بيحصل ان البرولاكتين انتاجه بيزيد، وبالتالي الانتاج للبريست البرولاكتين رايح للتست البريست بيزيد والاذر تيشو برضه بيزيد. طيب الكلام ده بقى تاني البرولاكتين ايه اللي بيعمل له كنترول؟ بيعمل له كنترول الدوبامين اللي بيتفرز من الهايبوثالاموس اللي بيعمل ريجوليشن للبرودكشن والريليز بتاع البرولاكتين فروم بيتوتري جلاند. يعني الهايبوثالاموس بيعمل حاجتين، بيطلع لي التي ار اتش، بيزود الريليز، وبيطلع لي الدوبامين، بيقلل الريليز. طيب هرمون تاني زي الاستروجين اللي بيطلع من اعضاء التناسليه ده ريجوليتور مهم جدا للبرولاكتين، ده بيزود البرودكشن بتاع البرولاكتين من البيتوتري جلاند. طالما الاستروجين زاد بيدي اشاره للبرين ان في حمل، فبيبدا الجسم يجهز نفسه لاستقبال عمليه الرضاعه للطفل اللي هيتولد. فبناء على الكلام ده لما الاستروجين يزيد يبدا عمليه الهايبوثالاموس يطلع تي ار اتش يروح للانتيريور بيتوتري فيزود انتاج البرولاكتين. في بعض الهرمونات التانية برضه بتأثر في الإنتاج البرولاكتين، التيرش اللي هو بيطلع من الهايبوثالاموس، والأكسيتوسين. الأكسيتوسين ده الهرمون ده مهم جدا في عملية الولادة. لما بيحصل ديليفري بينتج الأكسيتوسين من الجسم طبيعي، الأكسيتوسين بيعمل ريليز لعضلات اليوترس، فدي بتبقى إشارة للجسم إن خلاص حصلت الولادة، فابتدي جهز نفسك بإنتاج البرولاكتين. في حاجه كمان اللي هي الانتي دايريتيك هرمون الاي دي اتش. اي دي اتش برضه بيعمل ريجوليشن او كنترول على البرولاكتين برودكشن. طيب احنا بنعمل برولاكتين تيست ليه؟ زي ما حضراتكم متعودين هناخد التيست ده بيتاخد ليه في الفيميل وبعد كده ليه في الميل وبعد كده ليه في البوث سكس. طيب في الفيميل لما يبقى فيه مشكله في حصل بريست ميلك ستشارج والست نون بريجننت، فكده في مشكله في البرولاكت. يعني في ميلك بيحصل ميلك ستشارج من البريست في حاله عدم وجود حمل، فده كده في مشكله في البرولاكت. احيانا يبقى مرتبط برضو بمشاكل في البريست، بتغيرات في البريست نفسها بحاله البريست من التيشو بتاع البريست. احيانا برضو التيست ده بيطلب للفيميل او الومن في حاله الريجولار اور نو بيريود، يعني مفيش سايكل، فبالتالي
يبقى الدكتور بيبقى عايز يطمن ان الجسم مش مفسر حاجه غلط، البرين مش مفسر حاجه غلط، فبيطلب تحاليل كتيره من ضمنها البرولاكتين، تي اس اتش والاف اس اتش والال اتش من ضمن البرولاكتين. طيب البرولاكتين لما بيزيد في الجسم معناه ان الجسم حاله حمل، طب لو في خلل في البنتاج البرولاكتين يبقى كده مفيش طبعا في الجسم تاني في حاله حمل، فطبعا ما يبقاش فيه بيريود او البيريود هتتاثر هتيجي على الفتره كلها. طيب التست ده بيطلب للميل في حاله الديكريزد سكس درايف او في اي مشاكل في الاريكشن او في حاله اللارجمنت البريست او الميلك برودكشن، بريست ميلك برودكشن، دون اكتر حالتين بتطلب في اكتر حاله بتطلب فيها كمان خصوصا البرودكت اللي الميل في حاله ان في بريست اللارجمنت. طيب بيطلب في الحالتين الميل والفيميل امتى؟ لما يكون في صداع ماليش تفسير مش عارف يسوي ايه، وفي حالات الفيجن بروبلم. التست بتاعنا تست مثال على الساندوتش اليزا، فقيس بالانزيم اميونو اس سي. طبعا عندنا البوليسترين ويل نفس الكلام بيتكرر، البوليسترين ويل كوتد بالبرايمر انتي بودي كابتشر انتي بودي اجينست برولاكتين، السبيسمنت بتاعتنا فيها الانتيجين. طبعا انباوند ماتيريال بعد ما نعمل انكيوبيشن بنشيلها بالاسبيريشن والوشنج. طبعا بالفوسفيت بفر عاملين له تخفيف زي ما شرحت لحضراتكم 20 اكس و50 اكس والكلام ده كله. بعد عملية الوشنج والانكيوبيشن الأول بنعمل انزيم كونجوجيت، بنحط انزيم كونجوجيت اللي هو الهورسريدس بروكسيديز ليبلد بسكندري انتي بودي اللي هو انتي برولاكتين، بيتحط للويل وبيحصل له انكيوبيشن. بعد الانكيوبيشن ده بيحصل زي ما الكيتس محددين للمدة، ببدأ أضيف التي ام بي سبستريت اللي بيمسك بالاتش ار بي وبيكون لي بلو كولر طبقا لدرجة التفاعل بين ال HRP الليبلد مع الانتيجين طبقا لتركيز الانتيجين الموجود عندي في السمنة. الانتينست بتاع الكولر ده ساندوتش اليزا وده اصلا جلايكوبروتين، فالبروبورشن بتاعه على طول هيبقى دايركت مع السمنة، لان عندي هنا الابتوبس بتاع الهرمون واضحة على السيرفيس بتاعه. بعد كل ده طبعا اخر خطوة زي ما حضراتكم متعودين هنضيف الستوب سوليوشن عشان نوقف التفاعل، والبلو كولر ساعتها يتحول للون اصفر وهنبتدي نقيس على السبكتروفوتومتر بتاعنا بعد اليو في سبكتروم. طيب السبيسمن كوليكشن والبريبريشن برضه نفس الفكره، السبيسمن كوليكشن والبريبريشن بتاع معظم الهرمونات بتبقى نفس الطريقه. سيرم والهربانايزد بلازما بنخلي السامبل 2 ل 8 درجات في اللي خزنها اسبوعين، لو خزناها اكتر من كده خليها في ماينس 20، هنافويد ريبيتد فريزنج وسوينج في سامبل ما يطلعش العينه من الثلاجه تفصل وبعد كده تدخلها تاني الفريزر. برضو بارير تو اس سي قبل ما تشتغل لازم تخلي الكيتس بتاعتك توصل للروم تمبريتشر، ما تعملش فورتكس للبيشنت سامبل، وطبعا خلي بالنا السامبل ما بيبقاش فيها اي دهون، السامبل ما بيبقاش فيها حصل فيها تكسير لكرات الدم الحمراء الليبوليسيس وال السامبل فيها دهون عاليه لايبيميا، او السامبل فيها اي نوع من انواع الهيموليسيس، كل ده بيأثر على الانتر اكشن بين الانتيبودي والانتيجين الموجود عندي في السامبل، فبالتالي يأثر على درجه التفاعل ممكن يديني فورس ريزلت اعلى من التركيز اللي موجود في السامبل. البروسيدور بتاعتنا اللي هي موجوده في الكيتس اللي احنا اشتغلنا بيها لحضراتكم هتبقى عباره عن هنحط 25 مايكرو من السامبل، هنحط عليها 50 مايكرو سي بافر ونعمل ميكس لمدة 15 ثانية، بعد كده نعمل انكيوبيشن ل 30 دقيقة. الاسي بفر بيعمل ايه؟ دي تريكة مهمة جدا في البروسيدور دي. الاسي بفر بيعمل لي بلوكينج للان يوزد كابتشر انتي بودي، والبوليسترين ويل اللي فيها انتي بودي بعد ما بيحصل الانتر اكشن بين الانتيجين والانتي بودي، مش كل الانتي بودي بتبقى ماسكه في انتيجين، خلاص اللي حصل خلاص كل الانتي بودي كل الانتيجين اللي عندي في السامبل مسكت خلاص في في عدد مقابل ليها من انتي بودي، بس في انتي بودي زياده فاضله عندي في الويل، طبيعي ان في انتي بودي زياده. طيب الانتي بودي الزياده دي عشان ما تعمليش انتر اكشن مع اي حاجه ثانيه، فاحنا بنحط البفر استي بفر، استي بفر ده بيعمل بلوكينج للدي الانتي بودي دي، فبالتالي مش هيتدخل معايا في التفاعل، مش هيعمل انتر مش هيعمل مش هيديني فولس ريزلت، مش هيعمل تاثير على التفاعل اللي حاصل وكميه اللون المتكون. بعد كده هنعمل ووش اربع مرات 300 مايكرو زي ما حضراتكم عارفين، هنعمل بايبيت للانتي برولاكتين السكندري انتي بودي بتاع البرولاكتين اللي هو مع كونجيجيتد مع الاتش ار بي،
وهنعمل ميكس، بعد كده نعمل انكوبيت فور 1 اور، بعد كده نعمل ووش 4 مرات بالديلوت ووش سوليوشن، بعد كده هنحط 100 مايكرو تي ام بي سبستريت ريتشوال، هنعمل انكوبيشن 10 دقايق في الدارك. الدارك عشان التي ام بي سبستريت احيانا ممكن يتكسر، هو لونه كلرس بيتكسر لما بيلاقي الانزيم اللي هو الاتش ار بي، فبناء على تركيز الانتيجين اللي ماسك بالاتش ار بي، يعني الاتش ار بي تركيزه بتناسب طرد مع الانتيجين، فلما يتكسر التي ام بي سبستريت بكميه كبيره يبقى معناها ان الاتش ار بي اللي ماسك عندي كتير، يبقى معناها الانتيجين ماسك كتير، يبقى التركيز في العينه عالي. طيب لما التي ام بي بيتعرض للضوء ممكن يتكسر، فلو اتكسر هيتدخل لي مع نتيجه ويديني فولس ريزلت. بعد ما بنعمل انكيوبيشن للاتش ار بي لمده 10 دقائق بنحط 100 مايكرو ستوب سوليوشن. طبعا الابزوربنس بيتقاس عند 450 نانومتر، وبعد كده الديفرنشال ويف لينث 630 نانومتر. الكالكوليشن رسمت الكالكوليشن بتاعتنا، طبعا كاليبريشن كيرف عادي جدا، هنقرا الابزوربنس للكنترول بتاعنا اتش كنترول، بعد كده نرسم كيرف بين الابزوربنس ستاندر على الفيرتيكال اكسس والابزوربنس بتاع الستاندر على الفيرتيكال اكسس والكونسنتريشن، الابزوربنس بتاع الستاندر على الفيرتيكال اكسس والكونسنتريشن بتاع الستاندر على الاكس اكسس او الهورزنتال اكسس، وهنعمل علاقه لينير جراف اون لينير جراف بيبر، ورقه الرسم بتاع العاديه بتاعتنا. هنرسم كيرف، الكيرف يظهر بالشكل اللي قدام حضراتكم ده، دي الاو دي اللي هي الاوبتيكال دينستي، الكونسنتريشن بتاعنا بيبقى بالنانو جرام لكل ملي لتر، نورمال اكسبكتد فاليو في البرولاكتين العينه الميل باللي هي من 3 ل 14.7، الفيميل طبعا لازم تبقى اعلى عشان مرتبط بالجينيتال سيستم بتاع الفيميل اكتر، فاللي هي من 3.8 23.2. لما يبقى في بريجنانسي في الثيرد تريمستر اللي هو الثلث الاخير من الحمل كده، خلاص زي ما قلنا لحضراتكم في اول سلايد ان ده بيبدا الجسم يستعد لعمليه اللاكتيشن بعد الدليفري، فطبيعي نلاقي النتيجه طالعه 95.75 نانو جرام لكل ملي لتر، ليه 47.3 نانو جرام لكل ملي لتر؟ عشان هو بيعمل تهيئ للبريست لانتاج الملك بعد عمليه اليود. طيب الابنورماليتيز بتاع البرولاكتين سيكريشن، لو حصل هايبر برولاكتينيميا، هايبر زياده زي ما حضراتكم عارفين، برولاكتين اللي هو البرولاكتين، ايميا يعني مرتبط بالدم، يعني الدم بتاعنا فيه برولاكتين كتير، تو ماتش برولاكتين سيركيتنج. طيب ده بيحصل في حالات لو حصل تيومر في البيتيوتري جلاند اسمه برولاكتينومس، لو الشخص خد ميديكيشن قلل له الدوبامين، الدوبامين بيقلل الريليز. طيب لو هو الدوبامين قل خالص واختفى، فبالتالي الريليز هيزيد تلقائي. لو في ثايرويد جلاند عندي فيها مشكله اندر اكتيفيتي، الثايرويد جلاند الاكتيفيتي بتاعها حصل فيها زي نوع من انواع الكسل كده، فبالتالي البرولاكتين هيزيد. هنلاقي حضراتكم يعني معلومه مهمه جدا، هنلاقي تي اس اتش مرتبط بالاف اس اتش مرتبط بالال اتش مرتبط بالبرولاكتين مرتبط بالتستوستيرون مرتبط بالاستروجين مرتبط بالبروجستيرون مرتبط بالاي ام اتش، دي عباره عن بروفايل الدكتور بيطلبه عشان يحلل سبب عدم الانجاب، عدم حدوث حمل، تاخر السايكل، الكلام ده كله ده. فنلاقي ان انا لما يحصل مشكله في الثيرويد، ان مثلا عندي هرمونات الثيرويد زي التي 4 والتي 3 يحصل فيهم البرودكشن بتاعهم يقل او التركيز بتاعهم في الدم يقل، فنلاقي ان البرولاكتين تلقائيا بيزيد. طيب لو حصل استروجين ديفيشنسي في الومن او تستوستيرون ديفيشنسي في المن، هنلاقي حصل برولاكتينيميا، لان الاستروجين بيبقى بيعمل كنترول مهم جدا على على انتاج البرولاكتين. لو حصل ديستربنس في المينستر سايكل برضه نفس الكلام، هنلاقي حصل ممكن يبقى نتيجه هايبر برولاكتين. طيب التريتمنت بقى بعد الدراج اللي بتعمل ميميك الاكشن بتاع الدوبامين، فبالتالي هتعمل ديكريز البرودكشن، ذا موست كومنلي يوز حاجه اسمها كابر ويلين،
بعد كده هايبو برولاكتينيميا، هايبو قليل برولاكتينيميا يعني البرولاكتين في الدم قليل، تو ليتل برولاكتين سيركيتنج بلاد كونديشن از فيري رير، ما بيحصلش بشكل يعني شائع، شكل بيحصل بشكل نادر جدا، وبيحصل في الناس اللي عندها مشاكل في البيتوتري، البيتوتري عندها فيها ضعف او الاكتيفيتي بتاعها مش كويس، يعني الاكتيفيتي بتاعها قليل شويه، فده بيسموه هايبو بيتيوتريزما، البيتوتري فيها دموع او البيتوتري ما بتشتغلش بشكلها بشكل كويس. شكرا لحضراتكم، وده نهايه سيكشن البرولاكتين.